أنا من وجهة نظري المذاكرة بتمر بست مراحل بس مش سبعة، وحبيت أشكركم صراحة على وجودكم هنا النهاردة. إزاي الواحد مننا بيكون مستعد إن يخش امتحان؟ إزاي يقرر إنه يذاكر وينجح وساعتها يدي كل مشاعره وتركيزه للمذاكرة؟ ده اللي بياخدنا المرحلة الأولى، الأمل. في المرحلة دي بتكتشف حبك للمادة من أول وجديد. نقدر نقول كده إنها مرحلة الخطوبة، تفتح الكتاب لأول مرة وتاخد كده نفس ريحة الكتاب الجديدة دي، عارفها، وتعمل جداول المذاكرة وجداول المراجعة، حتى إن أنت هتتصل بأصحابك وتتفقوا على مذاكرات جماعية في الكافيهات اللي تكون في وسط البلد، بس أنتوا مش هتذاكروا طبعا، بس محدش بيقول لنفسه كده. هتحط لنفسك توقعات غير منطقية، زي إن أنت مثلا تخلص 100 صفحة في اليوم. الله، مرحلة الأمل دي عليها حركات غريبة كده. المهم خلينا نخش على المرحلة التانية. مفيش حد منا مرش بالمرحلة دي، وأنا أقولهم الصراحة، في المرحلة دي مفيش صفحة فيك يا سوشيال ميديا مش هتعرف ان انت وراك امتحان لازم يتذاكر له، وهتكنسل على خروجات اصحابك بحجة ان انت مفروض تذاكر. هدير ازيك، عاملة ايه؟ ما تيجي تخرجي معانا. سوري ما مش هقدر لان وراي مذاكرة كتير وحاجات كتير، فانا مشغولة قوي، بس مرة جاية ان شاء الله. قشطة، بس احنا دفنينه سوا. في المرحلة دي بتبدأ تلفت نظرك عناصر جديدة وشيقة انت ما كنتش واخد بالك منها قبل كده، الباب، الحيطة، شكل البلاط في الأرض، وبتبدأ تنولد جواك تساؤلات غريبة وجديدة عليك. مثلا، هي الطماطم تعتبر خضار ولا فاكهة؟ وإذا الأناناس اسمه أناناس، فهل هو عنده عقدة نقص ونفسه يكون بني آدم زينا؟ في المرحلة دي انت بتكون لسه متعشم ان عندك وقت كتير وان كل حاجة تحت السيطرة، وهو ده اللي بيرمينا في حضن مرحلة الصدمة. سيبك ست النافذة. الو، اي لا، هو انا لسه ما ذاكرتش اصلي، انشغلت حبتين، بس ايش تعالي الامتحان لسه بعد بكره. لما تستوعب ان الوقت اللي انت كنت مستهون بيه ضاع للابد، وان هي دي اللحظه الفارقه اللي لو ما بداتش تذاكر فيها دلوقتي عمرك ما هتلم المنهج، وان النومه الحلوه اللي انت كنت متعشم فيها خلاص راحت عليك يا حدق، هنا تبدا تتحسر على كل الساعات اللي انت ضيعتها في فتره اللكعه. بس روح الحسره دي هي اللي هتولد جواك روح المعافره، ودي هي المرحله الجايه. انا قلعت الجاكيت، كان محررني الصراحه. هي دي اللحظه اللي هتحول فيها لسوبرمان، باتمان، جراندايزر، اللي هو المهم انك تلحق تلم الماده كلها في ساعتين. هتكون يائس بشكل مش طبيعي انك ما تنامش، هتلجا للكافيين بكل حالاته وجميع اشكاله، شاي، قهوه، مشروبات طاقه، اللي هو المهم انك ما تنامش، واحتمال يوصل بيك الياس ان انت تسف القهوه بودره. بس احنا كلنا عارفين انك هتستسلم وهتنام في الاخر تاكل رز مع الملائكة. يا شاطر. بعد ما تتقبل ان انت من المستحيل واقعيا ومنطقيا وجسديا وفيزيائيا انك تخلص المنهج، هتقفل الكتاب وتبدأ تدعي ان ربنا يلطف بيك. واحيانا ممكن تستعين بالست الحاجة انها تدعي لك، ان المكان كله يولع من ذات نفسه. هنا انت بتكون جبت اخرك خلاص، هي دي المرحلة الاخيرة. كلنا عايزين ننجح، كلنا ممكن ننجح، كلنا نقدر ننجح. صباح على خير وربنا يوفقكم. طبعا لازم يجيب السؤال اللي ما ذكرتوش. نبدا نالف بقى.